إذاعة إيت راديو. سؤال اليوم. سلام، أنا ناوية نبدأ الإيكوميرس وبغيت نعرف واش نقدر نشري سلعة من المغرب ولا ضروري نجيبها من برا ولا من الصين باش نربح فيها مزيان. اللي غيجاوبنا على هذا السؤال هو إبراهيم ماركتينغ فاتن، إكسبير في الإيكوميرس وفي الديجيتال ماركتينغ. إذا كنتي كتبيع في أمريكا أو حول العالم، من الأحسن أنك تجيب السلعة ديالك من الصين وكدير دروب شيبين، يعني أن الفورنيسور ديالك كيصيفط ديريكتومون للكليان ديالك. أنت كدير فقط الماركتينغ وكدير الكاستمر سيرفيس، كدير الايميلين والحوايج كاملين الاخرين. ولكن الا كنتي كتبيع في المغرب، فانا كنصحكم بشده انكم تشريو المنتوجات ديالكم من هنا من المغرب، لان يمكن تلقاها في علي بابا ولا علي اكسبريس مثلا ب 50 درهم، يعني 5 دولار، ولكن خص تخلص عليها الترونسبور وتخلص عليها لا دوان، وخصك تشري واحد الكميه كبيره. وفاش كتوصلها للمغرب كتولي الثمن ديالها 100 ولا 120 درهم، في حين انك نفس المنتوج يمكن لك تلقاه ب 70 درهم بالجملة هنايا في المغرب. حاجة واحدة أخرى هو أنه هنا في المغرب يمكن لك تشري غير 20 ولا 30 من المنتوج، ولكن إذا بغيتي تشري المنتوج من الصين خصك تشري المئات ولا الآلاف ولا عشرات الآلاف باش عادي يديروا معك ثمن مزيان وعادي يصيفطوه لك. فأنا كنفضل بأن تشري من المغرب باش يكون عندك واحد لا فليكسيبيليتي وواحد السرعة في أنك تاخذ المنتوج وتصيفطو للكليان ديالك. كان معنا إبراهيم ماركتينغ فاتن، إكسبير في الإيكوميرس وفي الديجيتال ماركتينغ على إذاعة إيت راديو. سؤال اليوم على إذاعة إيت راديو.